تنتواجدوا الان في هذا الفضاء للندوه الصحفيه لمعرض الفرس اللي تتعلن على الانطلاقه ديال هذه الدوره اللي غتبدا ابتداء من 16 اكتوبر الى 22 اكتوبر. هذه الدوره تتمتاز ببعض النقاط. المساله الاولى اللي تتمتاز بها هو هذه الدوره الثانيه اللي غادي نجيو فيها الجائزه الكبرى لصاحب الجلاله الملك محمد السادس للتبريده الفروسيه التقليديه. الثاني حاجه هو المستوى العالي ديال الفرسان وديال الخيول اللي غتشارك في المباريات المختلفه لمواجهات السنه. وتتمتاز كذلك هذه الدوره بواحد الحضور متميز للدول الافريقيه.